جريمة بدم بارد ذهب ضحيتها المبتعث السعودي الوليد الغريبي. كان في 25 من العمر حين طلته يد الغدر أمريكية في 19 من العمر. مسرح الجريمة هذا المنزل في فيلادلفيا. شرطة المدينة وجهت تهمة القتل العمد إلى نيكول ماري روجرز بعد أن ألقت القبض عليها من دون أن تذكر الشرطة سبب طعن روجرز للمبتعث السعودي أو ما إذا كانت تعرف الضحية. صاحبة المبنى الذي كان يسكنه المبتعث السعودي المقتول الوليد الغريبي روت تفاصيل الحادثة للعربية مؤكدة أن الوليد كان شخصاً خلوقاً ورائعاً. صاحبة المبنى روت أنها تلقت اتصالاً من سكان المنزل الآخرين بعد سماعهم أصواتاً مخنوقة بالقرب منهم، وعندما وصلت صاحبة المنزل وجدت نيكول ماري تنظف الأرض بطريقة غريبة، فوقع شجار قوي بينهما، ولكن سرعان ما هربت القاتلة من المنزل بعد أن ركبت سيارتها بسرعة. في هذه الأثناء اتجهت صاحبة المنزل لاستكشاف ما يحدث في الداخل لتكتشف أن باب دورة المياه كان مقفلاً، فحاولت خلعه بقوة للدخول إليه لتجد الوليد بعدها غارقاً بدمائه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. هنا هرعت السيدة للاتصال بالشرطة التي وصلت بعد 10 دقائق لتعلن وفاة الوليد المطعون بالرقبة في تمام الساعة 11:50 صباحاً. محاسن حدارة، العربية.